تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، دعا سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان الباحثين عن عمل غير المسجلين ضمن قوائم الباحثين عن عمل لدى الوزارة إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج الوطني للتوظيف والاستفادة من مزايا التأمين ضد التعطل، إضافة للفرص التدريبية والوظيفية المتوفرة لدى بنك الشواغر في الوزارة، وذلك لإدماجهم في مؤسسات القطاع الخاص بسوق العمل. جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على مكتب خدمات التوظيف بالوزارة للاطلاع على إجراءات تسجيل الباحثين عن عمل والتسهيلات المقدمة لهم، إضافة إلى الالتقاء بالمراجعين والاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن خدمات التوظيف والتأهيل التي توفرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ولفت حميدان إلى أن المسجلين من الباحثين عن عمل سابقا سيتم إلحاقهم بالبرنامج الوطني للتوظيف تلقائيا مع مراعاة مراجعتهم للوزارة وفق المواعيد المحددة للمراجعة، معربا عن أمله بتضافر جميع الجهود الرسمية والأهلية للمساهمة في نجاح هذا البرنامج الحيوي الذي بات يأتي مكملا لمبادرات ومشاريع التوظيف التي تنفذها الوزارة. وقد بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تلقي طلبات التسجيل في البرنامج الوطني للتوظيف في مقرها الرئيسي بمدينة عيسى، وذلك للباحثين عن عمل غير المسجلين في القوائم المقيدة لدى الوزارة. الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني للتوظيف يتضمن خطة متكاملة لتعزيز وتيرة توظيف المواطنين واستيعاب الخريجين الجدد في سوق العمل.